배우보다 더 배우 늑대 가지고 노는 여우 전혀 안 보이겠지 하지만 나에겐 다 계획이 있다고 go 그만 머뭇머뭇대 슬슬 작전 개시 너를 뺏어 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 like a K-pop movie ready 할 수 없는 poker face 점령해 네 맘속 place hurry up baby catch me if you can baby 헷갈려 헷갈려 헷갈리겠지 넌 결국엔 내 거야 내 거야 내게 되겠지 넌 이 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بنوار الوفاق وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أي الفريقين يساق فإن سامح وبفضله وإن عاقب فبعدله ولا اعتراض على الملك الخلاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إله عز من اعتز به ولا يضام وذل من تكبر عن أمره ولقي الآثام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه المخصوص بالمقام المحمود في اليوم المشهود الذي جمع فيه الأنبياء تحت لوائه أما بعد فحديثنا اليوم عن البطلة الصامدة المخلصة المجاهدة حديثنا عن نبع الحنان والشفقة ويعاء الرحمة والرأفة حديثنا عمن قامت لك بدور الممرض والطبيب والمربي والمعلم جندية حيث لا جند ولا قتال حارسة ساهرة حيث لا ثغور مخلصة في عملها ولا يخلص في البشر مثلها أحد تجهد بدنها وقلبها ليلا ونهارا وليس لها راتب يصرف آخر الشهر حديثنا عن التي اهتم الشرع الحنيف بها حثنا لحسن معاملتها والإخلاص في برها حديثنا عن الأم ليس هناك أبلغ من كتاب الله تعالى وهو يصف لنا جزءا من معاناة أمهاتنا حال حملهن بنا وإرضاعهن لنا يقول تعالى في كتابه الكريم وصينا الإنسان بوالده إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وفي الآية الأخرى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم ومثال الآن جريج كان رجلا عابدا من عباد بني إسرائيل الصالحين بنى صومعته وترهب فيها وتعبد فجاءته أمه الحنون ووالدته المشفقة وكانت تزوره بين الفينة والأخرى تأتيه وتناديه فيشرف عليها ويجلسان فيكلمها وتكلمه فذات يوم وافق مجيئها وهو قائم يصلي فنادته بصوتها الرخيم ونادائها الرحيم يا جريج فلم يجبها ولم يسمع كلامها آثر صلاته على ندائها وذلك لقوة شغفه بالصلاة وحلاوة المناجاة 3 مرات تعاود الرجوع إليه وتكرر عليه النداء فيتكلم مع نفسه هل أجيب أمي أم أكمل صلاتي فآثر صلاته ولم يجب أمه وكان الواجب عليه أن ينصرف من صلاته ويقدم إجابة أمه لأن طاعة الوالدين واجبة والصلاة التي يصليها نافلة فامتنع وعق أمه وكم للعقوق من عقوبة عاجلة وآجلة في الدنيا والآخرة وآثار مؤلمة وعواقب سيئة فنظرت إليه نظرة الأم المشفقة الغاضبة وأرادت أن يعرف عظم حق الأم عند الله باستجابة الله لدعائها عليه ولتعطي درسا لكل من أغضب أحد والديه ومن المعلوم أن دعاء الوالدين مستجاب فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجه المومسات الزواني هذا قصار غضبها فاستجاب الله دعاءها لقد أجاب الله دعوة أمه وكان الأولى إجابة أمه لأنها من أوجب الواجبات وقال الإمام النووي صلاة النفل والاستمرار فيها تطوع لا واجب
وإجابة الأم وبرها واجب وعقوقها حرام. يا أخي الكريم، إن كان باستطاعتك أن ترى أمك وتجلس معها كل يوم فافعل، فإن كنت عنها بعيدا فبالاتصال، فإن ذلك من برها وإدخال السرور عليها. أعرض عليها قبل أن تطلب منه، اسألها عن حاجاتها وتفقدها، ادعو الله لها ظهر السرور بطلبها وبقضاء أمرها، أعطها هدية بين حين وآخر، واجزل إن كنت موسرا، علمها أمر دينها وما يرفعها عند ربها، قبل رأسها عند السلام عليها، اصطحب أولادك لزيارتها، اقضي حاجة بناتها وأبنائها، فإن ذلك يسرها، لا تبث همومك عندها ففيها ما يكفيها، استشرها واطلعها على بعض شأنك، أظهر اهتمامك بإخوانك وأخواتك، فإن رؤيتها لترابطكم يثلج صدرها، تحدث معها في المواضيع التي تحبها هي، فاحرص على بر والدتك ولا تنسى أيضا والدك. اللهم وفقنا لبر أمهاتنا وأبائنا، واعف عن تقصيرنا وتفريطنا، نفعنا الله بما علمنا ورزقنا علما ينفعنا، واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.